بسم الله الحمد لله والله أكبر. بلى، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. علاش حقت؟ علاش مش يتم بها العمل؟ الكلمة دي باش يكون من أهل جهنم وبئس المصير، لأنه كانوا يقول ربي على الكافرين، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اشمعنى؟ تكفر بالله ما تعترفش بأولويته ووحدانيته، يعني أنت ولي تحكم مش الله يحكم. أنا ما سلمتش لفما رب واحد، لابد أن يكون له أعوان وشركاء. عجب، يعني ما ربي تحط أصنام اللي هي من وضع الشيطان، صورها فلان البولاني، قالوا الحج الشكل البولاني، حجم البولاني، المادة البولانية. هذا في عالم الفن، فن حسب الفلاسفة عموما، لكن ليس بفن، بل هو يجلب الغم. يعني وقت اللي يجيك الفكرة دي وبعد تجري فيها، بعد ما تعبر ناس معينين ديسكولتور ولا حاجة ينحتوا ويحضروا لك السلعة، والسلعة دي كانت تمشي للناس إغا، ناس مغفلين، تقول لهم هذا هوبل، هذا منات. هما بما انه كل شيء جد عليهم الكرب ياخذوها بمقابل، يعني يرى الجوع هو ومرته ووليداته من ذكور خط اناث بعثهم للموت من غير اسباب، حتى اسباب كنا شفناها ليست باسباب يقبلها العقل أو الأخلاق. يشري ويوقع الوقت، يبطل العمل اللي كان يجتهد فيه لجلب الرزق، ويعتكف عند هكا اسمهم هذاك ستيدون. يعتكف يا منى راني قريب نموت بالجوع، يا منى راني عاقر، يا منى. يعني هو الرب تجاهله، والرب الحقاني ما تقولوش يا ربي اطعمني مسكين، ما تقولوش يا ربي اجعل لي ذرية صالحة. أما عندك مناتي هي اللي ما يتحقق شيء إلا ما يرضى الشريك لله. يعني تقلبت الموازين عندكم ولا في حكايتكم؟ والله بعد انتو كيف ترى أصحاب الإعلام وكل أغلبهم لئام، أغلبهم ياخذوا رزق حرام، نساو للحلاوة هذيك اللي جاية لقصد تبعثير جهودنا وتهمنا الباطلة ولصقوا فينا كل التهم. حنقولوا متاعك يا عطية جبته ليا، يعني انت غارق فيه من سوء الأفكار وسوء الأفعال وسوء الإحساس. انت المرة تقتل وانت تحب بعملية شيطانية، زي تسمى ميكانيزم ديفونس، هذا آلية دفاعية. انت كل عليك ان تكون انت ملوث بالاكاذيب، ملوث بالتصديقات بالحرام، تمشي الزنا الحرام ولا مجر شو لذلك انت وقت اللي بتعمل الاسقاط هكا تحررت، ما عادش عندك تبعات، لا تبعات تجيك ليك انت. نعم انت اللي شد بالبط وقلت الحزب الديني هو حزب يريد السيطرة ويحب يخرب اكثر، تخريب فتت اكثر تفتيت. يعني احنا مقابل تقولوا به، احنا في المقابل أعلى مناش من النوع اللي صرحكم به سيدكم الصهيوني وسيدكم الكربي، قالكم قولوا في تونس كذا، فأنتم شدتوا وزدتوا وبذلتوا مجهود كبير في تنميق الكلام، حتى وقت التنميق هذاك يصل على السامعين أن يصدقوا، لأنه ذاتهم بالإسلام رغم تلقاه شيخ، لكن هو في الحقيقة يمثل علينا. وزي ربي يعرف السر وأخفى من السر، مسألة شرب الدرجة
اللي احنا نقوله توا قربت النهاية، يعني ولينا نجرموا الأبرياء ونبرئوا ساحة المجرمين اللي ما عندهم حتى ذكاء، خاطر الانتليجونس سولي كي سي كومون بونسي و كومون سو كومبورتي. نعود إن شاء الله الرحمن.